السؤال التاني، ايه لو واحد أرض موجودة فعلا تم شراؤها هم بهدف البناء هم وهو شاريها للربح، سواء هيبني شقة ويبيعها أو يبيع الأرض ويجيبك مكسب كويس، نعم كام هل عليه ذكاء ساجح ولا لأ، وإيه قيمة الذكاء؟ هو شاريها بغرض التأجير ولا البيع أم البيع؟ ولو ما جابتش لو غلط غلط كلها بغرض التجارة يعني. كلها بغرض التجارة عليها زكاة إذن طب كم قيمة الذكاء حضرتك؟ تقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعت السلعة نعم تقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعت الأرض، يعني افترضنا مليون لكن لا مشتري، لكن إذا قلت بثمانمائة ألف سيأتي المشتري، أربط الزكاة على الثمانمائة ألف 2.5%، إن كان معي مال دفعت وإلا فهو في الذمة. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك.